السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بدرس الصرف والتحويل المخصص للأسبوع الأول من الوحدة الخامسة، مرجع المفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، الصفحة 158 تحت عنوان الضمائر المنفصلة. إذن سنتعرف هذه الضمائر وسنقوم بتوظيفها. إذن لنبدأ بفقرة ألاحظ وأكتشف. أقرأ الجملة وألاحظ ما كتب بالأحمر. أنا أغرس الأشجار وأنت تسقيها. أنا أغرس الأشجار وأنت تسقيها. إذا لاحظوا معي الكلمات المكتوبة باللون الأحمر، أنا، أنت، أنا، أنت. إذن هذه الكلمات تسمى ضمائر وهي منفصلة. إذن رأينا في الوحدة السابقة الضمائر المتصلة، مثلا كتبه، إذن هاء الغائب، مثلا اشترتها، إذن هاء الغائبة، كذلك نون النسوة، واو الجماعة، ألف الاثنين. إذن هذه الضمائر المتصلة، إذن تتصل بالحروف والأسماء والأفعال. الآن سنتعرف هذه الضمائر المنفصلة، أنا، أنت، أنت، هو، هي، إلى غير ذلك. أقرأ الجملة الآتية وأبين ما بها من ضمائر منفصلة كما في المثال. هو جلس تحت الشجرة وأنت تجولت بعيدا وأنا قطفت وردة. إذن لاحظوا معي الضمير الأول، هو ضمير منفصل. هو أنت، إذن سنكتب أنت، كذلك يعتبر ضمير، إذن سأغير القلم، ضمير منفصل. إذن هنا سنكتب ضمير منفصل. لاحظوا معي كذلك أنا، أنا كذلك من الضمائر المنفصلة، أنا. إذن سنكتب ضمير منفصل. نمر الآن إلى أستنتج. إذن الضمائر المنفصلة هي أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم. إذن هذه الضمائر، إذن أنا المتكلم، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هذه ضمائر المخاطب والتي تنقسم إلى مثلا المخاطب إذن والمخاطبة. إذن أنت، أنتما، أنتم، إذن للمخاطب، أنت، أنتما للمؤنث، أنتن، إذن للمخاطبة، هو، إذن للغائب، هي الغائبة، هما للمذكر، إذن نتحدث عن الغائب، هما للمؤنث نتحدث عن الغائبة، هم للغائب، هن للغائبة. إذن هذه هي الضمائر المنفصلة. إذن الآن سنمر إلى فقرة أطبق. أحول الجملة الآتية بحسب المطلوب. هما نظما وقتهما بين الدراسة والعناية بالحديقة. نحن، إذن نحن سنقول نحن نظمنا، نحن نظمنا وقتنا، وقتنا، إذن وقتنا بين الدراسة والعناية بالحديقة، والعناية بالحديقة. نظمتن، إذن هنا سنضع الضمير، إذن أنتن، 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 إذن أنتن نظمتن وقتكن، وقتكن، أنتن نظمتن وقتكن بين الدراسة والعناية بالحديقة.
إذن أنتن نظمتن وقتكن بين الدراسة والعناية بالحديقة. الجملة الموالية لدينا بين دراستكم والعناية بالحديقة. إذن أنتم نظمتم، أنتم نظم، إذا نظمتم وقتكم، إذا سنضيف هنا وقتكم بين دراستكم والعناية بالحديقة. السؤال الموالي، أضع الضمير المناسب مكان النقطة. صورت الغابة، إذا هي صورت الغابة. جمعتم أوراق الأشجار المتساقطة، إذا أنتم إذا الضمير المناسب هو أنتم جمعتم أوراق الأشجار المتساقطة. سقيتن النخلات، إذا أنتن سقيتن النخلات. يحافظن على الأشجار، إذا هن يحافظن على الأشجار. إذا هذا هو الجواب الخاص بهذا السؤال من أطبق. إذا أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم مع درس التراكيب كان وأخواتها دائما من نفس المرجع وعلى نفس القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.